بخير. شكرا لكفرة الأمام، كل عام وأنتم بخير. شكرا لكفرة الأمام للشعب التركي، كل عام وأنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أمود كيرفاني تجسد جسدا واحدا بين غزة وتركيا عبر مشروع إفطار الصائم لهذا العام، واليوم 22 من شهر رمضان المبارك تنفذ هذه الوجبات بتبرع كريم من بكان تجارية من تركيا. شكرا جزيلا. Karwani olarak Uğur Turgut, Mustafa Çalayan, iftar programı Afrika'da 2020. Allah kabul etsin, hayırlı vesile olsun inşallah. Amin. Rabbana takabbal minna innaka ente semiul alim. Amin. Ve tub aleyna innaka ente tawwabur rahim. Amin. Allahumma takabbal minel muhsinin ihsanahum. Amin. اللهم تقبل من المحسنين إحسانهم واجعله في ميزان حسناتهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو عيد مندمنة. يا سلام عيد مندمنة. عيد مندمنة. عيد مندمنة. عيد مندمنة. عيد مندمنة. عيد يلا احسان امينا يلا فريسين اوصوا عندي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انت ارزاق ده ديبتي انت دلي واخر جرت الله انك نهاريس صدقاتي كون كو ديبي كون دورتي الله كويلا ونون رسول قال الله نين كويلا ولي ان غوبي انا الله نسي ومت جماي او نبت ان وي الله سي خير الله نسي كلين خير الله نسي كلين خير الله نوافقي انت وانتم هاد التوشين شر الله حجاب. رجع رجع. فكرة تركيا جزاك الله وألف